الإدارة الأهلية في إقليم النيل الأزرق أو بعض زعماء القبائل ساهموا بشكل كبير في زيادة الاحتقان القبلي والتوتر. هل تم اتخاذ تدابير قانونية أو إجراءات قانونية تجاه زعماء العشائر ممن حرضوا المواطنين على إثارة العنف؟ طيب أنا داير أقول إنه التكييف الفني وحتى ممكن نقول القانوني والمعرفي مثل هذه الصراعات من الصعوبة إنك أنت حتى من ناحية قانونية من الصعوبة إنك يعني تدي اتهام لمجموعة معينة أو زول معين، فهي بيبقى لي إجراءات مرتبطة بالقانون أكثر من كونها تكون مرتبطة بإنه فلان يعملوا معه شنو ولا شنو، لكن طالما في حق وفي مطالب يبقى في محاكم موجودة وفي تحقيق طبعا أكيد موجود، وبالتالي في إجراءات قانونية متخذة وفي لجان يمكن حتى حددت، فمن خلال هذا المشهد أو من خلال هذه الإجراءات ممكن بعدها ما في زور كبير القانون، لكن زي ما قلت لك وكده يكون في الحرب في إطارا حتى على مستوى التجارب، التجارب موجودة في حقولها العدالة الانتقالية، في حقولها العدالة الاجتماعية، فالناس في مقدورة تعترف بأنه في حق ارتكب أو في حق يعني انتهك، فبالتالي في حق مطلوب وبعدها ممكن الناس تطلب هذا الحق، وفي تقديري لسه إحنا ما وصلنا هذه المراحل في إنه من مجرم ومن غير مجرم، ولكن دي من الإجراءات الأصل حتى ما ممكن الناس تسكت عليها، بل بالعكس الأيام الجاية حبلة بإنه الناس يعني تتعرف أكثر وأكثر، وبالتالي ممكن الناس يصلوا للصياغات اللي بتأكد استدامة أمن المجتمع واستمرارية المجتمع. أما القصة بتاعت العشائر أنت ذكرتيهم الزعماء العشائر والمكوك وغيره، هم النازل موجودين في هذا الإقليم، ومشكلة هم تاريخيا مرتبطين بحلحلة قضايا الناس، وبالتالي هم الناس موجودين في إطار إدارة شؤون الناس بما يصلح الناس، فلذلك من الصعوبة إنك أنت يعني تشيل منهم هذه الصفة. والمسألة بتاعت إدارة شؤون الناس بما يصلح الناس مسألة موروثة، فهم أهل حكمة وهم أهل خير وهم أهل يعني معرفة، ومعرفتهم لشعوبهم قبل ما تكون معرفته يعني فائدتهم لغير شعوبهم. وفي تقديري كيف نحن نستثمر هؤلاء الناس في إدارة هذه المجتمعات التي ارتبطت يعني أنا كنت بقول إدارة أهلية ما ليس الخرطوم ولا الجزيرة، أنا بتكلم عن إدارة أهلية في النيل الأزرق، هي موجودة مع المواطن في بيته في شارعه في أي مكان، وهو يؤمن بها إيمان قاطع. يبقى التحدي في إنه كيف نحن نستفيد من هؤلاء الناس في إدارة مجتمعاتهم. إذا في زول ثبت عليه إنه هذا الزول مجرم، طبعا القانون السوداني هو يعني كفيل بإنه يدي أي زول حقه، يعني بغض النظر هذا الشخص من يعني. نعم الدكتور اللواء دكتور ربيع عبد الله آدم قائد منطقة النيل الأزرق العسكرية، نسبة لضيق الزمن سنختم هذه الحلقة هنا ونعاود استعراض الأوضاع الأمنية بإقليم النيل الأزرق في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا سعادة الدكتور. أشكرك، أشكر الأستاذة رشان أوشي والتيم المشارك من الإعلاميين، وكذلك يعني شكري كثير جدا للمشاهدين هذه القناة العملاقة قناة البلد، وبالتالي أنا يعني غير إنه أسأل ربنا إنه يوفقكم ويوفقنا لما فيه الخير، وشكرا جزيلا. سادة المشاهدين سنواصل استعراض الأوضاع الأمنية بإقليم النيل الأزرق في الحلقة القادمة، إلى أن نلتقي.